تستحقها اياديك يا سمعة، تستحق ان ترفعها يا سمعة. اذا كانت هذه الاخيرة يا سمعة فارفعها، وراسك مرفوعة يا سمعة ارفعها، وانت بالفعل تستحقها. لقد جاءت بطولة في هذا التوقيت لاسماعيل مطر، بقية الرفاع الوحدوية يرفعونها. كأس مصر أبو ظبي الإسلامي، والفرحة كبيرة جدا عند الوحدوية. أنقذوا الموسم وأنهوا الموسم ببطولة ليست كبيرة، كبيرة جدا في مناسبة كبيرة، كبيرة جدا بحضور قادم استثنائي هذه المرة في هذه الأمسية الكبيرة في هذه الليلة الكبيرة عبر دبي الرياضية. أيها السيدات والسادة، مبروك الوحدة حظا أوفر العين. وكرة القدم في دولة الإمارات لا شك انها عندما يتقابل الكبيران تكون المباراة استثنائية، وتكون السهرة استثنائية، وتكون المناسبة كلها استثنائية. شكرا للفريقين، مبروك مرة أخرى للوحدة، وننتظر العين إن شاء الله تعالى في مباراتي نهائي آسيا. ومرة أخرى كل العيون تذهب على سمعة، كل العيون تهني سمعة، وكل القلوب تشكر سمعة على مجهود أفضل لاعب في كأس العالم الشباب 2003، وبعد ذلك خدمات كبيرة جميلة لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يختمها الليلة، وما أجمله من ختام أن ترفع كأس الأخيرة وأن تقول الجميع هذا أنا سمعة في ليلة استثنائية وفي مناسبة كبيرة في كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيها السيدات والسادة، شكرا لكم، ألتقيكم دائما وأبدا على الخير والمحبة عبر دبي الرياضية. هذا إذا كان في العمر بقية. شكرا لكم على كلام المتابعة، والكلمة الآن من هنا من هذه اللقطات سمعة يرفع الكأس الأخيرة إلى أسامين العزيز مشعل القحطاني بإذن الكرام في الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر لاعب يرفع